قد يبدو الدرب غير واضح لنا، ولكننا نختار السير فيه، وعلى جنبات الطريق نرى بشكل جلي أمجاد من سبقونا ومروا من هنا. قد يكون الواقع الذي نعيشه مرا أليما مليئا بالتحديات، ولكن الأمل يشير إلى آخر الطريق لنبصر النور يشع من خلاله، وبالإصرار والاجتهاد نستمر بالسير نحو المستقبل، ونقف على نهاية الطريق لنبني مستقبلنا بأيدينا. نعم، فالأمل خيارنا.